احنا نزلنا الى الشوارع من اجل التعبير في محطة أولية على رفضنا لهذا القانون سيء الذكر، قانون المسمى بقانون المصالحة الوطنية الذي هو في جوهره تبييض الفساد والفاسدين، وندعو في محطة ثانية المتقدمين به الى التراجع عنه والتراجع عن محتواه الضارب لمسار العدالة الانتقالية والضارب للتشريع والدساتير والدستور التونسي المحدث ما بعد الثورة المتضمن لجملة الحقوق المتعلقة بالعدالة وبمقاومة الفساد وبالشفافية والنزاهة. نحن سنعلن على جملة من التحركات القادمة، منها مسيرة وطنية للتصدي لقانون المصالحة تضم كل الطيف السياسي المعارض لهذا القانون، إضافة إلى المجتمع المدني وحملة مانيش مسامح التي عبرت ولا زالت عن رفضها القطعي لهذا قانون المصالحة رغم التغييرات التي تعد رئاسة الجمهورية بإدخالها عليه، لأن هذا القانون يضرب في جوهره مسار العدالة الانتقالية.